مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب وموضوع حلقة النهاردة هو عن الاندماج أم الانعزال وطبعا يشرفنا وجود أحباء غاليين جدا على قلوبنا معنا الأخ المرنم ماهر فايز والأخ ماهر معروف لحضراتكم كلكم سواء في مصر أو في العالم العربي و أخ ماهر يعني اغنى الكنيسه واثرى الكنيسه بترانيم كثيره يمكن قربت على 800 ترنيمه كتبها ولحنها والفها وكمان هو يعتبر اديب نشرت له روايه السنه الماضيه باسم قايين واتناقشت في جامعه القاهره صح اخ ماهر مبسوطين وجودك معنا سعاده ليا وشرف وبركه كبير معانا وكمان معانا الفاضل الدكتور الاسيس اشرف بشاي وهو صديق ايضا عزيز جدا عرفه من اكثر من سنين طويله مش أقول السنين عشان ما يبانش قد ايه العمر بتاعنا لكن الاسيس اشرف خدم الرب في مصر وهنا درس ماجستير وهي دلوقتي بيدرس الدكتوراه في العهد الجديد فبنصلي ان ربنا يوفقه ويبارك ويكون دراسته سبب بركه أشكرك للكنيسه شرف كبير لي ربنا يخليك بالنسبه <applause> للموضوع الاندماج ام لا ما في نص هبدا بيه القرايه ويعتبر يعني بدايه لينا في النقاش عن هذا الموضوع الموضوع المهم نعم. في انجيل لوقا انجيل البشير لوقا واصحاح 15 وابتداء من عدد واحد وكان جميع العشرين والخطاة يدنون منه يقصدون الرب يسوع مم. ليسمعوه فتذمر الفريسيون والكتب قائلين هذا يقبل خطاة ويأكل معهم نعم. يعني المشكلة بتاعت الرب يسوع في نظر الكتبة والفرسين أنه كان قريب جدا من الخطاة يقبلهم ويأكل معهم نعم. آه لما يجي قدامنا الحادث دون والتذمر دون بيقول لنا ايه عن رب يسوع؟ عن شخصيته وعن طريقه وجوده وحضوره وخدمته للناس. اتفضل يا بيقول لنا ببساطه ان الله المتجسد شخص يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد ورط نفسه لاجلنا دخل في عالم متالم ووضع نفسه بشكل يفوق تصوراتنا وتوقعنا البشرية إلى درجة أنه صار ليس فوق مستوى الشبهات صار محلا للشبهات صار ملاما أو ملوما في أوقات كثيرة في ظروف كثيرة وصار متهما <applause> واللي حضرتك قريته في لوقا 15 واحد واثنين احد الاتهامات التي وجهت الى المسيح انه محب للعشارين والخطاه وطبعا يعوزنا الوقت لو احنا فرينا العهد الجديد كده علشان نشوف بقيه الاتهامات والشتائم والرزائل التي الصقت بالرب يسوع لا لشيء الا لانه فكر خارج الصندوق وتعامل مع تابوهات موجوده كسرها لصالح الانسان فاتهم انه مختل العقل في لوقا ثلاثة في عفوا في مرقس ثلاثة اتهم آه انه زبول رئيس يخرج الشياطين يخرج الشياطين آه مرة حبوا يشتموه فقالوا له ألسنا نقول حسنا أنك سامري وبك شيطان ففي تواضع جم وفي آه أدب آه وفي نبل أخلاق ما قالهمش أنا لست سامريا قال لهم أنا لست بي شيطان وكأنه بيرفع عن السامريين كلهم اللعنة أو الشتيمة اللي كانوا بيتشتموها من اليهود أو المتهودين كثيرة جدا مرة حتى بعد صلبه وقيامته قالوا عنه قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو بعد حي إني بعد ثلاثة أيام أقول الرب يسوع الطريق الهداية النور م. اتقال عنه انه المضل فليس غريبا في لوقا 15 ان احنا نشوف المسيح محطوط تحت مستوى الشبهات علشان تلوك الالسنه سيرته وتنتقده وتوجه اليه اساءات وبذاءات لا لشيء الا لانه جه من اجل الانسان وفي صالح الانسان وسمح للانسان بكل فئاته بما فيهم الخطاه والعشارين والزناة والأطفال والسيدات اللي كانوا منبوزين في ذلك العصر إن هم يقتربوا منه ويلمسوه فيباركهم و... و... ويعطف عليهم ويغفر خطاياهم ويشفي أمراضهم ويتعامل معهم بالرحمة والمحبة. لما يقول محب يقبل العشرين يعني يعني إزاي الرب يسوع أظهر حبه دون أن ينعزل يعني يعني ممكن الواحد يقول ما أنا بحب فلان بس أنا يعني ايه هو في حته وأنا في حته يعني هل يمكن المحبه إنها تبقى بالشكل ده؟ يعني أنا بحبك بس من بعيد؟ لو جينا نحل <applause> الـ الـ الأصحاح ده البيئه اللي طلع فيها الموقف ده <applause> المسيح قاعد بين نوعيتين من الناس. <applause> نوعيه أغلقت الديانه عليها ودول أصلاً مدرستين. يعني المدرسة الفريسية في وقتها أيام المسيح م -م. كان مدرستين، مدرسة متشددة جدا yeah. مدرسة شمائ yeah. وكان عنده أكثر من ألف تابع uh -huh. ليه ومدرسة مرنة إلى حد ما مدرسة هليل, هليل. م -م. ودول اللي كانوا <applause> قاعدين وكان ما يميزهم في روحانيتهم بالنسبة للخطاة وجبات الضرايب اللي هم العشرين إن هم ما بيختلطوش بيهم ما معاهم عايز تبقى روحاني لازم تنضم لينا المسيح كان قاعد على ترابيزه واحده بين الاثنين. فهم بحسب المفهوم بتاعهم واللي عبر عنه أنه قديموس لما جه المسيح في يوحنا ثلاثه بالليل، نعلم انك اتيت من الله معلما. كانوا يظنوا انه هيعمل مدرسه ثالثه. أيوة. آه. مضاف للتعليم م. بتاعتهم المعجزات والايات، ولكن برضه راجل طاقي م. من المتشددين اللي ما بيقبلوش الخطاه. المسيح عمل حاجه هنا بقى رائعه. وهو بيتكلم اللغة بتاعته لغة الخطاب بتاعت الأصحاح ده بتحليلها بالتلات أمثال دي لغة الشرح بتاع الربيين ولغة الخطاب بتاع الربيين هم فاهمينه كويس قوي لما يقول تلات أمثال ويحط فيها أسئلة ده نمط من التعليم وأسلوب تعليمي موجود عندهم العشرين ما يعرفوهوش لكن هم فاهمين الخطاب بتاعه ويبدأ بدايرة كبيرة التسعة وتسعين خروف ويصغرها لدايرة أقل <applause> العشر دراهم, <applause> وبعدين اتنين في مقابل بعض ويا انت ده يا انت ده من غير ما يشاور اللغة الدينية ولغة الخطاب الديني فاهمينها ومن غير ما يجرح قلب دول ويقول دول الخطاة يعني المسيح عمل خطاب ديني في الأصحاح ده وعمل خطاب روحاني ماسك بإيد ده وماسك بإيد ده ولغايه الاتنين اللي, اللي واقفين الاب الواحد خارج يطلب الكبير مم ويقول له ما تدخل تفرح أيه معانا آه ومن غير ما يجبر لا ده ولا ده على اختيار موقف هو عايزه مم ده اللي المسيح عمله المسيح كان بيتكلم لغه الناس يعني آه هو عارف الفريسين والكتبه وكل نعم افكارهم بس هو كان بيتكلم لغه الناس البسيطه الناس اللي هي في نظر الكتبه والفرسين أوه. يعني خطاه واثمه إيه؟ وفجار ويستحقوا الدينونه والهلاك الى اخره. النهارده لما الواحد بيبص للكنيسه ومكلم على الكنيسه المصريه او الكنيسه العربيه بنشعر انه احنا بنتكلم لغه اجنبيه يعني لما نيجي نتكلم مع واحد مسلم <applause> مش متربيين على نفس المصطلحات بتاعتنا يعني وي بريتش تو ذا كراود زي ما بيقولوا بنوعظ للجمهور بتاعنا لكن نتكلم لغه غريبه حتى المصطلحات بتاعتنا ما بنحاولش نبسطها ليه احنا موجودين في 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 النقطه دي مش متحركين براها يعني ايه سبب اللي خلينا نبقى كده استاذن مش مش هجاوب على السؤال بس استاذن اسيس اشرف وهرجع لورا بس في المسيحيه ازاي المسيحيه الاولى كانت بتتعامل في وسط العالم الهليني الحضاري المثقف الفلسفي بمفاهيم قريبه تجاوب على ده يعني مثلا عندنا مدرسه الاسكندريه <applause> كليماندوس السكندري شاف ناس عماله تتكلم عن الغنوص عن معرفه الله المباشر وياخدوا الانسان المؤمن في هرطقه للخواص <applause> راح مألف كتاب عن الغنوس الحقيقي آه. والغنوصيه الحقيقيه ومعرفه الله والمعرف بالله والكلمه وبعدين كل مدرسه اسكندريه استخدمت ثقافه اللوغوس بتاعت فيلو السكندري واستخدمت الثقافه المعاصره واستخدمت اللغه وبولس استخدم الشعر واستخدم الادب الكنيسه وقتها كانت متطوره يعني النهارده لو جه واحد زي اكليماندو السكندري ويتكلم عن العرفان الحقيقي يتكلم عن الغنوصيه الحقيقيه كيف نواجه موقف زي كده؟ الكنيسه تواجهه ازاي؟ فبس انا برجع انا مش هجاوب على السؤال مم. اترك اجابه <applause> السؤال لكن بقول ان احنا احنا رجعنا ورا عن المسيحيه الاولى مم. رجعنا ورا بكتير مم. مم. انا متفق مع الاخ ماهر آه واجابه على سؤال حضرتك أنا بعتقد الكنيسة تفعل ذلك كنوع من قصر النظر أو ضعف النظر الكنيسة وجدت في العالم لكي تكون كسيدها جاء المسيح متجسدا علشان يشرح لنا في شخصه المعبود المبارك طبيعة الله ذاته وصفاته وأعماله والسؤال الجوهري اللي يلخص حياه المسيح، ماذا لو ان الله اراد ان ياتي الى العالم؟ هيدخل ازاي الى العالم؟ هيعيش ازاي؟ هيعلم بايه؟ هيخرج ازاي من العالم؟ هيمارس حياته او فتره وجوده بالجسد على الارض. يجب ان على الكنيسه ان تتجسد كسيدها. يجب ان تتجسد للعالم. المسيح لو جه الايام دي ما حدش هيدعي الكنيسه يبعث. اعتقد كده. اعتقد كده. الاخوه كرامازوف دايستوفيسكي اها في الفصل بتاع المفتش العام اللي هو الابن الاكبر آه. الراجل فبيقول لايه بيحكي قصه بيقول إن المسيح جه والمطران او البطرك استقبله على باب الكنيسه اه وقال له معلش انا عارف ان انت المسيح بس ما ينفعش تدخل لان احنا امننا الدنيا والناس هاديه واستقرينا على اوضاع معينه انت هتيجي تقلب ده كله انا عارف ان انت المسيح بس لو دخلت هيحصل فتأه. انقلاب والناس مش هتستقر انت يرضيك انه يحصل اضطرابات ده كان مجمل الحوار مم. يعني ملخصه واعتقد ان الكنيسه <applause> مقلق <applause> واعتقد ان الكنيسه وهي تفشل في تأديت رسالتها بالتجسد للعالم انا بعتقد انها بتفقد كينونتها ككنيسه ما بيبقاش بقى ينفع يطلق عليها لفظ كنيسه انيمور لانها الكنيسه معناها الجماعه المدعوه من العالم والمرسله الى العالم, دعانا الله من خطايانا لحياه القداسه والبر والنور واعاد ارسالنا من جديد لكي ننقذ اخرين لكي نشترك في الارساليه والدعوه اليه علشان نجيب اخرين كما ارسلني الاب ارسلكم انا فلما الكنيسه بتفقد هذه الارساليه بتفقد الكينونه بتاعتها مش بس بتفقد الوظيفه ولا بتفقد الارساليه ولا بتفقد المهمة لكن بتفقد الكينونة بتاعتها لكن أنا بعتقد أنه حضرتك شاورت لنا على نص جميل جدا يرجعنا مرة تانية لمفهوم الكنيسة المتجسدة أو الكارزة <تصفيق> <تصفيق> الـ 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 الآية اللي بتقول ليس شركة للنور مع الظلمة <applause> لا شركة للنور مع الظلمة هل الآية دي تنطبق على أنه تدينا دافع للانعزال يعني يعني هل هل الهدف بتاعنا تعزل المؤمنين ولا ليها فهم مختلف يساعدنا على الاندماج في العالم لكن في نفس الوقت نحتفظ بخواصنا وبطبيعتنا وبحياتنا وقداستنا كمؤمنين بالمفهوم الآباء التناول الامور الروحيه عندنا قاعده بننطلق منها ايه هي؟ ناخذ كل الامور منطلقا من الفهم اللاهوتي لطبيعه المسيح. فهم التدبير من طبيعه المسيح. مش تناوله عقليا بالانفصال عن طبيعه المسيح. بمعنى ايه؟ ان احنا مثلا عندنا مقوله لاهوتيه تتكلم عن اقنوم الابن الذي فيه اتحد اللاهوت بالناسوت. المقوله بتقول ايه؟ بلا امتزاج مم. ولا انفصال مم. ولا تغيير وده نص لتورجي بيتقال لغايه النهارده مم. في الكنيسه مم. علشان الناس ما تنساش مم. فشايف المقوله شكلها عامل ازاي بلا امتزاج بتكلم على الاندماج لا يظل اللاهوت في تنزه مم. ولكن بلا انفصال بلا انفصال دي تيجي فين؟ ده التجسد ومش تجسد بس تجسد بيتكلم عن الصومة ولكن تأنس بيتكلم عن ساركس طبيعة الإنسانية ولكن بلا امتزاج ولا انفصال ولا تغيير يعني ما تغيرتش الطبيعة اللاهوتية لما تجسد وتأنس وما تغيرتش الطبيعة ما دابتش في اللاهوت زي الأطخية وزي البدع ما كانت بتقول فإذا المسيح المثال بتاعي الحي مش اللي أنا بتشبه بيه اللي أنا بتغير إلى تلك الصورة كفرد وككنيسه يبقى انا لازم افضل كانسان مؤمن في الروح القدس موجود في العالم بلا امتزاج م -م. ولا انفصال ولا تغيير يعني انا بحفظ المقوله اللاهوتيه في حياتي م -م. فعليا بعمل الروح القدس م -م. والمسيح عبر عنها تماما في النص اللاهوتي بتاع يوحنا 17 لست اسال ان تاخذهم من العالم ما تفصلهمش بل ان تحفظهم من الشرير ادي بلا امتزاج مهم. انا محفظ بلا امتزاج <applause> للاسف اوقات كتير اخ ماهر والاسيس اشرف برضو يعرف كده انه احنا بقينا كمؤمنين عندنا نظره تعالي يعني يعني الـ الـ وكان الايمان بالمسيح جعلنا ننظر للناس اللي لسه ما بالمسيح نظره دونيه يا ريت تعالى اصل تعالى ده يعني معناه واحد واخد حاجه واخد حاجه حاجز بيها حتى والناس ممكن يحسوا بيها لا ده ده السياج ده السياج بتاع ال 613 وصيه بتاع الفريسيين اللي هو كان محتاج فارس فارس النبوه بتاع المسيح في فارس انه يقتحم ده واللي بيقتحم ده لازم يموت يعني اللي هيقتحم ده هو بيقتحم حاجز موت وده دلوقتي اللي بيحصل اي واحد هيتمثل فارسيا بنقد السياج لازم يتعرض للموت yeah. Yeah. يعني يعني اصبح اصبح يعني انه ننظر اليهم على انهم دول حتى بلاش ان انت يعني احنا حزب الله احنا بنعيب على المسلمين اوقات اللي يقول لك ما تسلمش على المسيحي وما تقولهوش كل سنه وانت طيب وما تاكلش في بيته وما تاخدهوش صديق أصبحنا احنا بنعمل نفس الحاجات، يعني نفس الأشياء بنعملها، ومش بنعملها كده وبس، ده احنا بنعملها جوه الطوائف. يعني, يعني أنا بحترم الراجل المسلم اللي بيعمل كده لأنه ده الديانة السلفية المظبوطة أو المذهب السلفي المظبوط اللي هو مقرر عليه. مقرر عليه. علي. لكن لا أحترم المسيح اللي بيعمل كده لأنه ده عكس النص بتاعه وعكس الروحانية وعكس مه. الوصية والإنجيل اللي بيعيشه. يعني ده صادق. ده مزيف. برافو عليك. أنا بعتقد إنه إحنا بقينا بنتعالى كمسيحيين مؤمنين أفضل من غير المؤمنين أو نظن في أنفسنا أننا أفضل من غير المؤمنين لأننا ننسى الحقيقة البديهية أولئك الذين وصلوا إلى السماء مصنوعون من نفس الطينة التي صنع منها أولئك الذين ذهبوا إلى الجحيم كلا الفئتين تنتميان إلى فئة الخطاة هناك خطاة مفديين وهناك خطاة أصروا على الخطية مفيش فرق بين طبيعة الخطية اللي موصوم بها الإنسان المؤمن وطبيعة الخطية عند الإنسان الخاطي يعني. الذي لم يأتي م. إلى المسيح بعد م. كل البشر ينطبق عليهم القول كلنا كغنم ضللنا الله. ملنا كل واحد إلى طريقه كل البشر اتحطوا تحت مقياس واحد لا فرق إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله وإحنا محتاجين نفتكر كمؤمنين أننا نحن خطاه مفديين فقط لا يوجد أي امتياز آخر ولا يوجد أي فضل فينا نعمة الله هي فقط نعمة الله هي ولا يوجد شيء, لا آخر لا يوجد شيء اخر وعلى فكره ده ده سبب المفروض يدعونا بالاكثر الى مزيد من الاتضاع الحقيقي مش المزيف لانه انا ما فيش حاجه تستحق او تستاهل ان انا اكون مميز وان نعمه الله تتبناني وان دم المسيح يطهرني وان الله يشملني بعطفه فانضم الى زمره المفديين وابقى عضو في عائله الله وابقى واحد من هذه العائله العظيمه فيش حاجه اصلا فيش حاجه اصلا وبعدين في في نقطه تانية فيها برضو قصر نظر انه من ادراني ان الشخص الخاطئ الذي انظر اليه انا الان على انه خاطئ وهو بالفعل قد يكون خاطئ وموغل في الضلال وموغل في البعد والتيه والزاغان الى ابعد الحدود من ادراني ان هذا الشخص ليس له مستقبل في المسيح القادر على ان يخلص ويجيبه ويبقى انسان مؤمن ويبقى خليقه جديده في المسيح ويبقى خادم عظيم ويبقى رابح نفوس بالملايين من ادراني ليه انا بحكم على المشهد اللي قدامي مش قادر اشوف حياه الانسان التي قد تمتد به ليصير شيئا اخر في في كلامنا عن الاندماج ام الانعزال لو رجعنا الى تاريخ الكنيسه نعرف ان الوقت اللي كان فيه الكنيسه في عصور مظلمه فكر الكنيسه مش فكر كرازي مش فكر انه يوصل الرساله لرساله المسيح كان فكر الكنيسه كان فكر استعماري اكتر بمعنى ايه؟ بمعنى انه هنروح مثلا آه هنروح الى اسبانيا او سوري هنروح الى امريكا اللاتينيه هنقعد نعلمهم اللغه ايه؟ اللاتينيه الاسبانيه هنخليهم زينا كويس لكن مش هنتعلم لغتهم ونتعلم ونوصل رساله باللغه اللي هم يفهموها يعني يعني اصبح الهدف ان احنا عايزين يعني المسيح لكن لم... الكنيسه الاولى كانت بتعمل كده الكنيسة الأولى كانت بتعمل كده الكنيسه الاولى كانت بتعرف اللغه بتاعه المجتمع بالظبط اه في العصور المظلمه كانت العكس بيحصل أيوه، أيوه. كان يعني لكن في في الكنيسه الاولى كان تعرف اللغه الاشوريه وترجم الكتاب الى اللغه الاشوريه <applause> تعرف اللغه السريانيه وترجم الكتاب الى اللغه السريانيه <applause> يتعلم المرسلين لغه اهل الناس والمفردات والكلام عشان يقدروا يوصلوا الرساله بطريقه صح. الدليل على صحه استمراريه المنهج ده الى الابديه هو سفر الرؤيه. من كل الامم ومن كل القبائل ومن كل الشعوب سمعتهم، طب وايه اللي يميز ده عن ده عن ده؟ وعشائر وقبائل يعني أيوه. قبيله. طب ايه اللي يميز القبيله؟ النهارده الترنيمه بتطلع في امريكا بتلاقيها هي هي في الشرق الاوسط كله ده مقرر آه. ناس آه. لازم نرنم آه. كده ولازم الجيتار آه. يعمل الكردات دي آه. آه. ولازم نجعر بنفس الطريقه اللي الامريكاني بيجعر بيها كانه احنا ما عندناش ثقافه وما عندناش لغه فنيه وما عندناش ابداعاتنا ولازم نتبرمج حتى في العباده حتى شكل المباني حتى مبنى وبعدين كنسب. لما تطلع موضه في الوعظ يعني آه. لازم الوعظ يبدا بنكت عشان فلان في ده فيبدا بنكت فتبقى القالب آه. بتاع آه. الوعظ هو آه. مثلا تبدا بنكته وبعدين فقرات طب ليه ما تغيرش خالص قالب العزه كله مثلا آه. ليه ما تعملش دراما ليه ما تعرضش جزء من فيلم ليه ما تعملش مسرح صغير وتعمل حدث م. دي كل دي قوالب الكنيسه الاولى ما كانتش بتعمل كده خالص الكنيسه الاولى كل ثقافه الكراسي بتاعه الكراسي المسكونيه يعني كرسي الاسكندريه تلاقي العباده واللبس والموسيقى وطريقه التعليم والشرح والصلوات كتاب واحد، مسيح واحد، قانون ايمان واحد، ثقافات متعدده. والكنيسه كانت في البيوت في كل حته. في البيوت يعني يعني قصدي حتى ما كانش ليها مبنى <applause> معين، كانت بتجتمع في البيوت حيثما اجتمع مؤمنين لا كان في اماكن اماكن اه فيها بس فيها, اماكن كبيره حتى بس في القرن ما بقتش ما بقاش ما بقاش ديزاين واحد لا ما فيش ديزاين تقدر ان انت يعني حتى دلوقتي مثلا لو مرسل نزل من فرنسا راح مثلا يعني افريقيا وفي قبيله معينه وعندهم القش والخي والبيوت بتاعتهم لا هو عايز يبني كنيسه زي الكنيسه اللي كانت اللي جاي منها يبنيها بالشكل ده لان ده هيبقى الكنيسه يعني يعني ما بنحاولش ان احنا بيسموها في علم الارساليات كونتكستلايزيشن اللي هي التسييق إن ايه التسييق التسييق يعني انه ان انت بتحتفظ بال بالثوابت لكنك بتوصل الحق ده بطريقه الناس تفهمها وتعيش لما كان بيكلم اليهود هنا الفرسين يعني اللي وصلوا إلى نسيان الجوهر والارتباط بالشكل لو أنا ارتبطت بالشكل أو اللفظ أو ثقافتي أنا واعتبرت أن هو ده الشكل مية في المية لا هندمج ولا هوصل رسالة ولا هبني جسر ولا هتعلم لأن أنا بتقوقع المتقوقع إلى ضمور إلى عدم إثمار لأن هم ارتبطوا بالشكل إحنا النهاردة بنعمل كده يعني مثلا لما تيجي كنيسه تقول احنا كنيسه مصلحه ونتمرد على الشكل ويعمل حداثه حتى في الـ في الـ في الشكل بتاع الـ الروحانيه وكده ابدا ده هو عمل شكل بس شكل ضيق او شكل جديد ما هو شكل برده انا عندي طقس وعندي فقرات طقسيه انه هنا ده فقره العباده بقت الاغنيتين وجمع العطاء والتنبيهات ثم العظه ثم الختام طب ما ده طقس. هو ليه صح جمع العطاء بيبقى اخر جزء في العباده؟ عشان احنا مصريين <applause> ما احنا في امريكا هنا بنجمع العطاء اول حاجه. تضمن <applause> الناس جت الاول في مصر وبعدين تجمع العطاء. يعني الارتباط بالقالب او الشكل والانتماء ليه باعتباره هو الثابت وهو الجوهري هو ده اللي عمل في اليهود كده وبيعمل فينا كده. طب ازاي ازاي يعني الملح زي الرب يسوع شبه المؤمنين بان احنا ملح الارض ونور العالم في نفس الوقت ازاي ابقى ملح و واحتفظ بالخواص بتاعتي لكنه ليا تاثيري واندماجي في المجتمع يعني ازاي اعمل التوازن ده انا بعتقد ان التشبيهين المذكورين في متى 5 13 م. الى 16 انتم م. ملح الارض انتم نور العالم تشبيهين عكس بعض م -م. فقيمة الملح أن يذوب، مش مره. هتظهر أهميته إلا إذا آه ذاب في الطعام بلا و... انفصال بلا انفصال إيه. دي بلا انفصال و... والذوبان في, ال... في الطعام كان له قيمتين في ذلك الوقت، قيمة اعطاء الطعام مذاق جيد مم. وقيمة واحد. حفظ الطعام من مم. الفساد. مم. بالمقابل التشبيه الثاني تشبيه النور اللي موجود في عدد 16 لما بيقول أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ظاهرة للناس للعيان ولا يوقدون سراجاً ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت قيمة النور أن يكون منفصل بعيد كده مميز باين مم. فالتشبهين عكس بعض لا. على المؤمنين وبيكملوا بعض, وبيكملوا بعض مم. على المؤمنين أن يكونوا مندمجين في المجتمع لحفظه من الفساد مم. وعلى المؤمنين ان يكونوا منفصلين عن الخطاه بمبادئهم الجديده بمعطيات حياتهم الجديده اللي بتختلف عن اللي بتختلف عما يمارسه الاشرار لما نتكلم عن الاندماج يعني اكيد في خط فاصل ممكن يحول الاندماج الى حاجه اخرى يعني 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 ايه الحدود اللي ممكن تبقى موجوده الاندماجي وفي نفس الوقت لحفظ خواصي يعني ولدوري بحب اندمج مع حضرتك اه اتعرف عليك كويس مم. فتنتفي منطقه الجهل أوكي. إنسان الانسان عدو ما يجهله ومنفصل عمن يجهله فاحنا الكنيسه بعيده عن الانشطه اللي بتعمل هذا النوع من التعارف والتلاقي اللي هي انشطه الابداع والفن مم. والثقافه والرياضه كل حاجه. مم. فانت بحجه الروحانيه لم تتجسد للمجتمع واصبحت جاهل بيه. الانسانيه، المسيح ما بقاش لحم ودم بس، بقى انسان مم. مم. بيعيش. النهارده انا مثلا اول ما نزلت الروايه انت هتبطل ترنم وهتعمل قصص؟ <applause> ده كان رئيس الطايفه الانجيليه الدكتور لبيب مشرقي كان روائي بشهاده عايز. الاديب الراحل أه. نجيب محفوظ. مم. قال مر مذيع برنامج اذاعي قال لها انا بتقول له مين بينافسك؟ قال لها هقول لك مش هتصدقي في واحد أسيس بس هو لو بيكتب على طول في المجال, المجال الادبي هينافسني لكن آه. هو الراجل أسيس وراعي من حين لاخر بيعمل سلسله مم. قصية مم. هو ده اندماج التواجد وتواجد معرفي وتواجد فيه بحصر اللفظ وبمعناه التلاقح الثقافي لان انت حامل لروح المسيح الانسان من غير الفاظ ولا معطيات شكلها ديني هتوصل لي لمسه هسال منها م. سؤال ليك لازم هيطرح انت ازاي عايش الطريقه دي؟ ازاي بتبدع ومحافظ على اخلاقك؟ ازاي وازاي الاسئله اللي هتطرح نتيجه التواصل م. بس م. م. انا بس عايز اضيف انه الاختلاف ما بين المسيحيين المؤمنين و و واهل العالم والاختلاف بين التعليم الذي قدمه المسيح من جانب والتعليم الذي كان يقدمه قادة اليهود من جانب ثان هذا الاختلاف ليس فقط اختلافا شكلانيا يعني الموضوع مش بس متعلق بالشكل لكن كمان متعلق بالجوهر وأنا بقول كده بفتكر أن المسيح عمل نوع من التحريف لكلمات المعلمين اليهود وهو بيقدم الأمثال بتاعة لوقا 15 الجماعة اليهود بسبب فرط تمسكهم بالإنعزال كانوا بيقولوا في مقولاتهم المأثورة إن السماء تفرح بخاطي واحد يموت لأن الأرض تستريح من شره <applause> <applause> فجاء المسيح علشان يقول لا إن السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بارا يظنون في أنفسهم أنهم ليسوا في حاجة إلى توبة فالمسيح الموضوع مش بس استخدام لقوالب التعليم لكن المادة المحطوطة جوه القالب نفسها اختلفت. المسيح اعطى ابعاد جديده لمحبه الله وخلاها في متناول ايدي الناس الضعفاء الفئات الضعيفه المهمشه الفقيره الخاطئه وهنا بيظهروا في النص طائفتي الخطاه وجامعه الضرائب ودول ناس يعني كانوا منبوزين من المجتمع المتدين اليهودي. هل هل ينفع الحنطه والتبن يبقوا مع بعض؟ اه ينفع ازاي؟ هو اساسا اساسا آم آم مين اللي يقدر يقول آم ان ان آم يعني في كل تشبيه ما بيكونش ما بيكونش الامر بالمطلق م. يعني انا لما بقول انه ليت الـ ليت الـ كان الاسد كان القط اسدا ما بقولش ان القط بقى اسد ما بقولش كده انا بقول ان في وجه شبه ما بين الاثنين وجه شبه ما فلما الكتاب قال انه مال الحنطه مع مال التبن مع الحنطه ما كانش يقصد يقول اخرجوا بقى من العالم ما كانش يقصد يقول كده والا يبقى المسيح نفسه اخطا لان المسيح تجسد ولان المسيح جه وسط العالم وعاش بيننا كواحد منا وصار شريكا لنا في اللحم والدم ما عدا الخطيه ما خلا الخطيه فالتبن والحنطه مش تشبيه يتقال المطلق يعني مش مش احنا المؤمنين حنطه ودول غير المؤمنين تبن او زوان يبقى اعزلوا دول عن دول ونعيش بقى في المدينه الفاضله وما يبقاش في اي تواصل بين النوعيتين دول من البشر انا بعتقد ان الامور ما تتاخدش قفش كده حتى لو كانت ايه كتابيه ما تبقاش سيف مسلط على الرقاب ان انا لو اتعاملت مع حد في الشارع يجي اخواتي في الكنيسه يقولوا لي بتتعامل ليه معاه ما اعتقدش ان الامور تمشي كده تمشي ازاي انا سعيد وفرحان من قلبي بجد باللي بيطبقوا المقوله دي على انفسهم لسبب لإن هو ما عندوش حاجة ينزل بيها الشارع ولا يقعد بيها على القهوة ولا يعمل بيها فيلم ولا يعمل بيها رياضة هو ما عندوش حاجة خالص هو قاعد في الكنيسة كويس إنه ينفصل عن الحنطة أنا سعيد بالقلب صدقني ان النوعيات دي بتكرس لمسار إنعزالي لا يصح وجوده في العصر اللي إحنا فيه ولا في الكرازة اللي إحنا بنحيا علشان نشهد بيها للرب في وسط مجتمعاتنا وثقافتنا والجيل هذا الجيل الذي يحتاج لرساله متجسده. م. فانا مبسوط لأنه النوعات دي لو كانت نزلت هتعمل كارثه. فكويس ان هم يتلموا حوالين بعض ويحطوا الايات دي فوق دماغهم ويغلقوا على نفسهم في حته نحن نبقى في مامن منها عشان نعرف نشتغل. المشكله ان احنا مش بنبقى في مامن منهم. لا لا في مامن. الكلام <applause> ما يعملش حاجه خالص. <applause> انا بعتقد يا اسيس اشرف الامر متعلق بالايمانيات والقيم اكثر مما هو متعلق بالوجود المادي. آه يعني هو انا مثلا مطلوب مني كمسيحي مصري عايش في عماره فيها 36 شقه ان انا افضي ال 36 شقه او ان انا اطلب من صاحب العماره انه يسكن 36 اسره مسيحيه عشان انا ابقى في معزل او في مامن عن الناس من الناس الاجابه لا ما اقدرش اعمل كده ما اقدرش والكتاب قال والا فيلزمكم ان تخرجوا من العالم اعتقد ان الامر متعلق بانه في حيواتنا الداخليه في ضمائرنا، في قيمنا ومبادئنا التي نسلك بها في العالم في كل المواقف الحياتيه ان نظهر المسيح بشكل واضح يختلف عن القيم والمبادئ اللي الناس عايشه بها بره، القيم والمبادئ التي لا تستند الى كلمه الله، فنحن نوجد في العالم لكننا لا نوجد في خطايا العالم، نحن نحيا في العالم لكن العالم لا يحيا فينا نحن نمارس مبادئنا المسيحيه وحياتنا حياتنا المسيحيه وسلوكياتنا المسيحيه بالرغم من وجودنا في العالم وده اللي قاله المسيح في يوحنا 17. أه الرب يسوع في حاجه بس الحته م. دي اه. اسف م. انه اللي متواجد تواجد صحيح وروحاني ومؤثر في العالم لاحظ معايا انه متواجد تواجد كنسي صحيح وروحاني ومؤثر في جسد المسيح, في جسد المسيح. مم. لاحظ معايا حط الاسماء مم. التي لا وجود لها في العالم مم. ولا في الثقافه ولا في الانسانيه ودور لي على وجوده فين في الكنيسه في, الكنيسة في المنبر في الشهاده في التعليم في العباده دور لي مم. عليه مم. لا يمكن لان مم. المسيح لا يتجزا المسيح العامل فينا ان نريد وأن نعمل لاجل مسرة وابقانا لذلك في وسط العالم هو العامل فينا مهم. واحنا مهم. نحن وسط الكنيسه عشان كده الرب يسوع اتكلم على حاجتين مهمين او اتكلم على في فرق ما بين الخمر والزقاق بتاع الخمر م. يعني يعني الـ الـ ما ينفعش تحط خمر جديده في زقاق قديم ف خلينا نقول انه الخمر هو الثوابت ثوابت الايمان المسيحي الزقاق هو ال الاطار الوعاء, الوعاء, الوعاء اللي انا بتواصل بيه مع المجتمع وده متغير نعم المشكله ان احنا بنعمل بنجعل المتغير ثابت, ثابت وبنجعل الثابت متغير صحيح يعني دي دي بس هل هل ممكن نقول ايه الثوابت اللي عندنا اللي, 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 اللي احنا فقدناها يعني نقول في خطر و لانه المشاهد اكيد ممكن يسال طب ايه الثوابت؟ قول لي كده لسته بالثوابت اللي عندنا اللي تساعدني ان انا اه دول ثوابت فلما ادخل جوه المجتمع ويبقى ليا خدمه ويبقى ليا كذا وكذا وكذا انا عارف انا واقف على ارض صلبه وعارف انه انا بقوم بدور ايجابي الرب دعاني ليه. أنا أعتقد ومعايا الأسيس أشرف إن إحنا عندنا الحق هو الثابت والحق شخص. مه 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 تمام؟ شخص المسيح. والتعبير مه. الإنسان يعني هذا الحق في الكنيسة الواحدة مسكونياً معبر عنه في قانون إيمان واحد مم. هذه العقيدة بتاعتنا أنا عندي كل ما خالف قانون الإيمان النقوي قسطنطيني هو بعيد عن الثابت مم. بتاعنا الثابت مم. العقيدة مم. اللي هو شخص عبرنا بصيغ إنسانية عنه ككنيسة واحدة مش كأفراد آه. اجتمعت آه على بالزبط. هذه الصياغة آه. عمن لا يعبر عنه مم. مم. كل ما حول ذلك من متغير ومتحرك ثقافي. م. ولازم يظل متغير ومتحرك ومتطور بابداعات الروح القدس في الانسانيه. انا بعتقد انه المؤمنين البسطاء م. او المؤمنين الجدد في الايمان المسيحي بيقدروا يميزوا ويعرفوا كويس جدا من تلقاء انفسهم ما هو الاساسي في الحياه المسيحيه. نحن لا نساوم على مضمون رساله الانجيل مضمون الرساله واحد الله احبنا وارسل ابنه كفاره لخطايانا يعني. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الأبد ده المضمون <applause> مش كده لكن يعني ما فيش اي مشكله ان يوضع هذا المضمون الـ الـ الواضح والاساسي في اثواب مختلف ما احنا بنقدم الرساله بالدراما وبنقدم الرساله بالرياضه وبنقدم الرساله بالترنيم وبنقدم الرساله بمذاعه ومقروءه ومشروحه في الراديو وفي التلفزيون وبكل الاشكال والطرق التي يمكن ان يصل اليها المؤمنون في الكنيسه. انت هو الرساله انت رساله المسيح مقروءه ومسموعة الشخص بزارة. مش بس المنتج انت منت... انت المنتج الاصلي. فانا ما عنديش مشكله في تغيير ثوب الرساله. الرساله المسيحيه يمكن ان تلبس اثوابا مختلفه حسب البيئات وحسب الثقافات لكن مضمون الرساله واحد انا بقدم الفكر الالهي من ناحيه الانسان بالخلاص والحياه الابديه وبقدمه بالوضوح او بالطريقه الواضحه اللي يقدر الانسان اللي قدامي انه يستوعبها وبعد كده بقيه الحياه المسيحيه من تقديس وحياه شاهده مكرسه وامينه من محبه للاخرين محبه للبشر وكل الناموس يتلخص فيها زين الوصيتين تحب الله وتحب الناس تحب الرب الهك من كل قلبك ثم تحب قريبك نفسك انا ما عنديش ادنى مشكله ولا ادنى شك ان المؤمن الجديد اللي جاي للايمان النهارده يمتلك من آه يمتلك من الروح القدس ويرشد من الروح القدس مش محتاجه أقوله اعمل ايه وما تعملش ايه في العالم بالعكس انا لو عملت كده هبقى بتحول من اسيس الى فقي او مفتي <applause> وهبقى تجاسرت وتجاوزت الحدود وانا كانسان او كمرشد روحي اخذت دور الروح القدس في حياه المؤمنين الجدد اللي دور الروح القدس انه يعلمهم كيف يتصرفون أجل. وكيف يسلكون مم. في العالم. اللي اللي حضرتك بتقوله مهم جدا انه عندنا ثابت عندنا ثوابت والثوابت دي حتى المؤمن الجديد عرفها هو اللي اختبر نعمه المسيح واختبر وتقابل مع المسيح فعارف مش كده حتى في الكنيسه الاولى اول لما عرفوا المسيح خرجوا مبشرين يعني يعني ما ما خدوش دروس تكلم بالظبط ما خدوش بقى دروس ومحاضرات خلي بالك ده ثابت ده ثابت ده ثابت وده هم لانه عندهم المسحه وعندهم روح الله الساكن في قلوبهم استطاعوا ان يدخلوا المجتمع ويحافظوا على تميزهم لكن في نفس الوقت يندمجوا في المجتمع يعني يعني ودي ده سر نجاح الكنيسه الاولى انها كانت بتعرف ازاي تتواصل تتجسد في المجتمع يعني انا مبرر الكتاب المقدس سواء العهد القديم او العهد الجديد آه، والله في الاخر طبعا كلمنا في ابنه يسوع المسيح بس الله استخدم <applause> لغه انا بفهمها <applause> يعني يعني ما يكلمني مثلا عن الكنيسه جسد الكنيسه مش جسد ده تشبيه كلمني بلغه افهمها خد فكره الجسد وازاي انا بقدر افهم الراس وتعاملها مع اعضاء الجسد وازاي الجسد ده عضو حي كائن حي ما ينفعش يبقى مجرد اورجنايزيشن وازاي انه ليه وجود وتفاعل في المجتمع فلما جه يشبه لي الكنيسه قال الكنيسه جسد يسوع المسيح فانا لان بفهم كانسان فكره الجسد اقدر افهم علاقه المسيح بالكنيسه آه دي مثلا خلينا ناخد حاجه عمليه دلوقتي قدام المشاهد آه. ده شرح لعقيده قد اختلف انا شخصيا دلوقتي مع في هذا الشرح لكن لا نختلف في العقيده ان المسيح الراس لنا بالظبط نحن اعضاء بعضنا البعض ده صح فاحنا ما نجيبش شرح العقيده ونعمل بيه عقيده مم. مم. يعني الشرح ده هو المتسع بالظبط والتاويل متسع والتفسير متسع هذه مساله حيه يعني فعلي وواقعي حي. يعني حتى حتى صفات يعني مثلا او نقول لي مثلا الله يد الله الله ما يد الله روح لكن انا بفهم انه قدره الانسان بتكمن في ذراعه القدره بتاعته بيعمل حاجاته بايده عايز يوصل لي على قدره الله ان زي الله يستطيع كل شيء اللي يمد ايده على ارض مصر وزراعه الممدودة ويصنع خلاصا فبيشبهني بياخد تشبيه اللي الإنسان يفهمه بيحط النقطة اللي عايزها في لغة أنا أقدر أفهمها كإنسان فده ده أعتقد اللي أوقات كتيرة بنفشل فيه ككنيسة إنه إحنا بنكلم المجتمع بلغة فوق راسه يعني هو مش فاهم أجي مرة واحدة أكلمه عن التبرير هو مش فاهم مصطلحاتي بقت كلها مصطلحات كمان يعني صعبه مش ببسطها بلا ترجمه بلا ترجمه هيك. بلا ترجمه هي يقينا المصطلحات دي كانت مفهومه في جيلها وزمانها وقت كتابتها م? الواجب على الكنيسه الان ان تعصر هذه المصطلحات م? يعني انا ممكن بمنتهى البساطه أقول لشخص ما أقولش للي قدامي لل... لل... لفظ الخلاص. ده مش معناه إن أنا تخليت عن المفهوم في حد ذاته، لكن أنا بتكلم على المسمى. م -م أقدر أقول له بدل كلمة الخلاص أقول له الإنقاذ أو النجاه أو التخليص، م -م إن الله خلصنا أو أنقذنا أو نجانا علشان أشرح فكرة الهرب من دينونة الخطية إلى إلى الحياة الجديدة أو إلى الحياة الأبدية وهكذا فما فيش مقدس في ذاته ما فيش لفظ مقدس في ذاته حتى التعبيرات الكتابية شرحت بعضها بعض في أماكن مختلفة يعني يعني إحنا نقرأ عن التبرير في 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 في, في تكوين 12 ونقرا عنه في حبقوق ونقرا عنه في روميا ونقرا في يعقوب ونقرا في عقوب وفي وكل ده من اجل ان يصل فكر الله الى الى الانسان المؤمن مش يصل إلى مش تصل الفاظ الله او الالفاظ التي اختارها الله فنفضل عايشين اسرى لهذه الالفاظ حتى مش قادرين نشرح المسيحيه بشكل اكثر سلاسه للاذهان البسيطه للناس اللي مش متعلمه او للاطفال لاننا اتعودنا نقول اللي احنا بنسمعه سمعناها كده فاحنا بنقولها كده كان يعني في مقوله قلتها لي قبل الحلقه قالها الاسيس منيس انا بسمعها تاني وتشرحها لنا اه ده كان في اجتماع سنه 88 لمجموعه من الخدام والقساوسه فكان بيتكلم عن ذوبان الملح فبيقول حط الملح بقى لوحده ما تذوبوش حطه في حته لوحده يعفن وينت هم قاعدين جنب بعض و... <applause> لأن الملح مش دوره انه يقعد مع الملح التاني. اه هنا برجع يعني؟ لانه الرساله شخص ارجع للمقوله دي تاني مش مجموعه مصطلحات مم. مصطلح متغير لكن انا متجدد حي فاعل لازم مجتمع يلمس ويشوف ويشم ريحه المسيح مم. كل ده على مستوى التفاعل الحي مش مقولات يعني برضو إذا اختزلنا الكرازة والرسالة في منطوق ومسموع ومرئي إيه بخلاف الشخص يبقى أنا ما فهمتش سر التجسس أيوة والتأنس صح, صح الخلاص شخص مم وقد تكون تكون أنت خلاص لبيتك خلاص للشارع اللي أنت فيه حضرتك مم لأنه بعيش أيوه رسالة متجسدة رسالة متحركة حية ومتفاعلة ومترجمة مم وده بيحتاج مننا جهد وتواضع إن أنا أعرف لغة المجتمع اللي أنا عايش فيه. يعني النهارده في ال... في الكنيسة عندنا في الشرق ابتدوا يتخلصوا من اللي عملوه المرسلين بعدم مه قصد إنه يحفظني الترنيمة بالغربية الإنجليزي مثلاً. ويقول لي طريقة العبادة بالطريقة بتاعته، ابتدوا يتخلصوا من ده. لأنه الإنسان مش هيقدر يتفاعل بكل وجدان وده مطلوب في العبادة. بلغه فنيه مش بتاعته مم. مش افرازه مم. مش وجدانه مش وجدانه <applause> لما بتقولي عن العباده والترانيم والـ 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 والمرسلين الاجانب انا اتربيت في كنيسه مشاخيه وليها الفضل الكتير الإنجليزية الانجليه لان فيها عرفت الرب فيها كبرت ونميت في الايمان وحبيت كلمه الله لكن لكن كنا نرنم من نظم المزامير مع احترام الكبير لنظم المزامير والكلمات الجميله طبعاً اللي فيه طبعا طبعا بس <applause> بس برضو كان بيفصلني عن المجتمع انا لما بروح الكنيسه بسمع لحن مش بتاعي بطلع الشارع وانا معدي على القهوه مش بقعد على القهوه بس معدي على القهوه كده بسمع لحن شعبي الشرقي مصري قلت مصري حس انه احنا كيان منعزل حتى في ألحاننا والتست بتاع الألحان بتاعتنا عن عن الناس يعني عن المجتمع آه فيمكن الأيام دي شوية في الترنيم والتسبيح الدنيا اتغيرت بقت أسهل يعني وبقى في مزج بين نوعي التسبيح طيب بالظبط لازم نحتفظ كمان بده يعني الهوية الجميلة دي م. نظم المزامير والتراث والخبرة الروحية اللي تراكمت يعني ما يبقى واحد شيخ قاعد في الكنيسه ويسمع ما ابهج اليوم الذي امنت فيه باللحن بتاع باللحن يثير عنده نفس اللي قصده المسيح لما قال لمريم قولي للتلاميذ ان هم انا أصبقهم الى الجليل مم. طب ما تقابلهم في اورشليم مكان الذكريات yeah. يعني لازم عندنا ده لانه ده مش مجرد ابداع فني او ثقافي فقط ابداع روحي وطالما روحي فهو ابدي وحاضر فنتطور ونحفظ التراكم ده لانه جميل إنه برضو لما يجي واحد يقول لك طب قولوا الترانيم بتاعتكم فتقول في طعم متميز للعباده الانجيليه جميل نحتفظ بيه يعني احنا ضد اختزال ضد تكسير ما هو روحي وحادث حقيقي ولكن نمتد م م ال في في لاهوتي معروف هنا اسمه جون فريم هو معروف قوي لانه عنده مثلا سيستماتيك ثيولوجي نز... لوت النظامي ده بتاع 1300 صفحه آه وهو يعتبر من المدافعين عن الايمان ففي مره كتب على مشكله الترانيم يعني في اوقات كثيره الترانيم والالحان حتى قسمت كنايس في الغرب يعني ده عايز ده وده عايز ده فكان كان بيتكلم على التاريخ تطور الموسيقى وقال انه يوم ما طلع باخ بالموسيقى بتاعته اعتبر انه الموسيقى بتاعته موسيقى معاصره لا تتماشى مع الـ الـ الكلاسيكي, الكلاسيكي ف... وانا عارف انه في تاريخك يا بعض الكنايس لما بدات انت تبسط الترنيمه وتجعلها باللحن الشعب البسيط الشرقي بعض الكنايس قالت يعني ايه اللي بيعمله ده لما قلت سر حياتنا هو يسوع <تضحك> تبدا بقلبه حنين ايوه التأمين. كنت في مكان ما في شبرا في القاهرة م. وكان عندي كل يوم حد اقول واحدة بس من اللي ربنا بدهمني من خلال الأسبوع ودي كانت موجودة وكانت بعد إيماني بحوالي أربع شهور م. فأنا فاكر ساعتها حد من الشيوخ الكبار في المكان ده لقطني قبل ما أطلع يعني أنا نازل كده من على المكان اللي كنت برتل فيه راح قال لي تعالى أنا عايز خدني كده تحت باطه في أوضة بره قال لي لا الترنيمة أولا دي لغة عامية ولازم يبقى بالفصحى ثانيا مفيش حاجه دي زي الاغاني نادى علينا وبقى لينا مينا ومرسى وشط ده كلام اغاني لكن احنا عندنا كلام الترنيمه ما فيهوش كده وانا صدقته وزعلت جدا زعلت من نفسي كتبت كده دي واحده من, من انجح الترنيم اللي وصلت في الايمان وما اعرفش حاجه خالص واتضايقت ورحت واخد الترنيمه وراكنها في اخر درج تحت عندي في المكتب وقلت ده انا يا رب لو هتخليني انا لسه جاي من العالم 25 سنه في العالم ما اعرفش حاجه ابوظ الترنيمه لا بلاش ارنم خالص. وانه ربنا يديني ترنيمه بعد كده <applause> مثلا كل اسبوع واحده او اتنين الحنفيه وقفت وانا مش عارف السبب. لغايه ما كنت في مكان في قريه تبع الفيوم وبعدين قالوا قول لنا ترنيمه انا قلت دول بقى في قريه مش مهم حد السماء مش هبوظ <applause> 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 حاجه كنسيه كبيره ولا حاجه دي عيله واحده واحدة فقلت وربنا عمل بيها ثمر في الصلاه وقفنا نصلي بيها <applause> أنا راجع اقول طب ما هي شغاله وكويس طب خليني على النطاق فابتديت فعلا ما اخدمش في كنائس في القاهره واطلع يوميا خدمه قرى وده اللي خلى انه اللغه تحتفظ باللي هي فيها <تصفيق> <تصفيق> لغه التسبيح يعني ربنا مداني البسيطه بتاعة الشارع ولا زلت أنا دي اللغه اللي يعني كل اللي انا بعمله ان انا واصله بين الشارع وبين الكتاب بين الحق بين الايمان ان انا اصب موضوعات الايمان والايات في لحن يقبله رجل الشارع يتذوقه يميل ودنه يسمعه لا انت كمان عديت دلوقتي في كلمات عايزه قاموس برضو معاها يعني <applause> أو بس نحن نفعل هذا ولا نترك <applause> يعني ربنا وسع المجال يعني لسه في ترنيمة الصغيره بتاعت العاميه البسيطه بتاعة الاختبار الروحي والشعور الروحي مم. والتلاقي مع والترنيمه اللاهوتيه والترنيمه الصوفيه مم. اللي بتخاطب برضو ذهنية تانية ومصطلحات اخرى فما بنتركش المجال مم. يعني احنا نوسع زي ما كنت بقول ابقى طور اللي, مم. اللي مم. عندك واللي مم. استلمته والتراكم اللي عندك المعرفي والروحاني وطور اساليب اللغه الثقافيه اللي تتلاقي أيه. فيها تتلاقى فيها مم. مع الاخر آه في ترانيم جديده طالعه؟ لسه في واحده معموله الاسبوع ده بجد؟ يعني وفي إيه؟ احدث حاجه كانوا ثلاث ترانيم عن سر التجسد مم. قلناهم في حلقة من حلقات مراجعات في عيد الميلاد م. دي ترانيم يعني شعبية ولاهوتية وموضوعية بتتكلم كلها عن سر التجسد م. كل واحدة واخدة زاوية من مفهوم التجسد م. م. لكن لسه في حاجة جديدة ربنا يبارك يعني وتطلع جميل يعني احنا احنا وقت الحلقة قرب يخلص عندنا يمكن ثلاث دقايق يعني على الحلقة بس حابب في الثلاث دقايق دول يعني ال... النصيحة أو إيه الأشواء اللي على قلبك وعلى قلب الأسيس أشرف نحو الكنيسة والمؤمنين لو أنا النهاردة بسمعك كشخص بحب المسيح وخايف إن أنا أبقى مندمج لألا أندمج وإن أنا أنعزل لألا أبقى بس منعزل وحابب إنه يبقى ليا خدمة ودور ورسالة وسط المجتمع اللي انا عايش فيه سواء في شمال افريقيا او في مصر او في بلد خليجيه عايش فيها <applause> يعني تنصحني بايه؟ يعني ايه الخطوات والاشياء اللي تقول لي خلي بالك من دي ودي انا أه يعني ما اقدرش انصح ولا آه حجمي ولا مكاني ولكن الكتاب ينصحني وينصحنا وينصح الكل بموقف حصل مثلا في انطاكيا من بطرس لما لقى بولس بي بياكل ويشرب مع الامم ويسلم عليهم فرجع لورا مرديش يسلم عشان الاخوه اللي جايين معاه من اورشليم آه. هيقول بيسلم عليهم آه. آه. مال الطبن مع الحنطه وال... والكلام ده الموقف اللي خدته الكنيسه بوعي بعد كده بمجمع آه. بمجمع كنسي في اعمال 15 وبالمجمع اللي لما صعد اليهم كالمعتبرين مم. انهم اعمده مم. عشان يعرض عليهم انجيله سمعنا الأول مره في العهد الجديد عن انجيل الختان وانجيل مم. غير المختونين فبقى في ايه ده انجيل غير المختونين اه اللي انا بقوله انه كتابنا نصحني ادي يمين الشركه لاخوك اللي بيخدم خدمه في مجال لا انت تعرف اللغه اللي يخدم فيها ده راجل روماني بولس ورعوية رومانيه وعنده ثقافه وانا بخدم في اورشليم ادي له يمين شركه وباركه مش معنى انه بيخدم في مجال وانجيل تاني بلغه تانية عشان مم. يقدم رساله مم. المسيح غير اللي انا بقدمه مم. ان اقول مش هو ده الانجيل بس يعني الكتاب ينصحني وينصحنا ان احنا ندي يمين لا. بركه مم. ويمين شركه في الجسد الواحد للرسالة انا مش عارف اقدمها مم. امين في نص ارجو أصدقائي. ان لا يساء فهم الاخ ماهر وهو بيقول انجيل المختونين وانجيل غير المختونين آه. فيظن احدنا او احدانا ان هناك, هناك انجيل اخر <تصفيق> <تصفيق> احنا مش طيب. يعني لا أنا بقول رساله واحده لكن اقصد <applause> لغه, لغة للامه لغه لليهود بالضبط آه. احنا بنشكر رب كتير من اجل ضيوفنا من اجل اخونا المحبوب ماهر فايز والدكتور القس القسعشب شيء ربي يبارككم ويستخدمكم تكونوا بركه وصلواتكم صلوات المشاهدين امين امين اعزائي المشاهدين بنشكركم لاجل متابعتكم والى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم